تحية لكم مشاهدينا من جديد، ومعقولة فقراتنا الحوارية الأولى لهذا اليوم نتحدث عن أهم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية التي تقام من أجل دعم وتمكين الشباب على امتداد الجغرافيا السورية وتحديدا بمحافظة اللاذقية. اليوم سنتحدث طبعا عن دورة تدريبية أقيمت في مجال القصة القصيرة لدعم الشباب الموهوب في المجال الأدبي، حيث تم بالتعاون بين فرع اتحاد الكتاب العرب اللاذقية ومؤسسة ضياء بيت الفن والأدب دورة تدريبية للكتاب الشباب في مجال القصة القصيرة تحت عنوان القصة الوطنية. وطبعا هي ورشة تدريبية ضمن مشروع كبير وطموح يتبناه اتحاد الكتاب العرب على امتداد جغرافية الوطن لاحتضان الشباب ودعم مواهبهم. لنتعرف أكثر على هذا الموضوع بسعدنا نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ ممدوح لايق رئيس فرع اللاذقية لاتحاد الكتاب العرب. يسعد صباحك أستاذ ممدوح. أهلا صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بالبداية هذه الدورات وخصوصا اللي تستهدف الشباب لها أهمية كتير كبيرة لتصويب الطريق بالنسبة للشباب، فنحكي عن أهمية هذه الدورة وكيف بدأت الفكرة. يحرص اتحاد الكتاب العرب في سوريا بشكل عام على الاهتمام بالمواهب الشابة والأخذ بيدها وصقل مواهبها. ضمن هذا الإطار يقيم الاتحاد عدة دورات في أجناس متعددة. أقمنا سابقا دورة لكتابة السيناريو، وأقمنا دورة في أدب الأطفال، والآن نحن نقيم دورة لكتابة القصة القصيرة بالتعاون مع مؤسسة صباء بيت الفن والأدب. هذه الدورة تستمر حتى الخميس غدا يعني، ومجانية، وتستوعب أصحاب المواهب من الشباب ومن غير الشباب من المهتمين في كتابة القصة القصيرة. تمام، يعني ذكرت انه هذه الدورة مجانية استاذ ممدوح، هي فرصة اليوم لكثير من الشباب اللي اكيد بنعرف بهيدي الظروف يمكن صعب يلجأوا لهيك دورات او ينتسبوا لهيدي الدورات، فكيف تم الاعلان عن هذه الدورة والانتساب الى، وهل شروط محددة ل طبعا الانضمام للدورة التدريبية المجانية؟ جرى التنسيق بيننا وبين مؤسسة صباء لبيت الادب والفن لإقامة هذه الدورة، ومشكورة جهود مؤسسة صباء أيضا في هذا السياق. فأعلننا عن إقامة هذه الدورة بالتعاون مع المؤسسة المذكورة، وتم يعني الالتحاق في اليوم الأول بعدد مقبول نسبيا، لكن الظروف الجوية عملت دورها في الحد من هذا العدد. نأمل في اليوم أو بالغد أيضا أن يكون الحضور أكثر يعني عددا. هي مدة الدورة ثلاث أيام أربعة أيام. أربعة أيام. أربعة أيام تنتهي غدا. تنتهي غدا. هل هي كافية أستاذ ممدوح يعني أربعة أيام؟ طبعا نحن يعني سنقيم أيضا دورات في القادم من الأيام في مجال القصة وفي مجال الشعر وفي مجال في مجالات متعددة. نحن لا نوفر فرصة لخدمة المواهب الشابة واحتضانها ورعايتها، علّه يعني يمكن أن نقدم خدمة لهذا الجيل الذي هو أحوج ما يكون إلى من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح. نعم تمام. يعني هون عم نحكي عن تأهيل الشباب، تصويب البوصلة للشباب اللي ممكن لسه عم يكتبوا لكن كتاباتهم يعني خلينا نقول لسه ما ناضجة منيح، فخلينا نعرف أكثر الخطوط الأساسية اللي اشتغلتوا عليها خلال هيدي الدورة، المحاور الأساسية اللي قدمتوها لهدول الشباب. يتم من خلال المدربين في الدورة يعني عرض نماذج من القصة القصيرة لكتاب معروفين، وتحليل هذه النماذج وتشريحها، ويتم تعريف الشباب بفن كتابة القصة القصيرة. ما هي الخطوات، ما هي الآلية، كيف الفنيات في كتابة هذه القصة وتمييزها عن سواها. والحقيقة مشكورة الأديبة هدى والسوف التي تقوم بتدريب الشباب على كتابة القصة القصيرة في هذه الدورة، لا توفر جهدا في ذلك، تقدم نماذج وتشرحها وتحللها، ويتم يعني النقاش بينها وبين الشباب حول ما تقدمه يوميا، ويتم تقييم العمل يوميا أيضا.
نعم. أيضا أستاذ ممدوح، يعني كان يعني تحت عنوان هذه القصص القصيرة القصة الوطنية، لماذا تم تحديد هذا العنوان ولماذا تحديدا القصة الوطنية؟ بعد هذه الحرب الطويلة التي مرت على بلدنا الحبيب وما عاناه الشعب السوري من ويلات ومن يعني خسارات كبيرة جدا، كان لابد من توثيق هذه المعاناة وتوثيق هذه البطولات التي قام بها أبناء الشعب السوري. فالتركيز على القصة الوطنية أو القصة المقاومة، عنوان الدورة القصة المقاومة، نعم، لتخليد هذه البطولات التي قدمها أبناء الشعب السوري لكي تطلع عليها الأجيال القادمة ولتعرف أن تاريخها مضيء وأن الشعب السوري معين لا ينضب من البطولات والتضحيات. فكان لابد من أن يعني نقدم هذا الإطار، القصة الوطنية أو القصة المقاومة، في هذه الدورة. يعني هي ضمن كثير محاور كانت موجودة القصة الوطنية. خلينا نحكي أكثر عن توظيف الخيال بالقصص، يعني قديه ممكن هيدا الشخص أو الشاب يوظف خياله، خصوصا يعني هلأ مع كثرة الاحتمالات وكثرة خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن صار الخيال مفتوح أكثر، صار عنده توقعات أكثر، صار عنده خياله ممكن يكون في عدة احتمالات لأي شيء ممكن يعيشه هيدا الشاب. فخلينا نعرف كيف ممكن كمان يوصفها لهيدي الناحية، ناحية الخيال والتوقعات اللي ممكن يعيشها. هلا لا يمكن يعني أن يسقط موضوع الكتابة إسقاطا على أي شاب، لا، لابد من توافر الموهبة في الأساس. إن كانت الموهبة موجودة فلا بد من تنميتها بالاكتساب والمزيد من الممارسة والاطلاع. ونحن هنا نقدم نماذج قد تكون يعني جيدة لكي يطلع عليها الجيل الشاب، هكذا تكتب القصة. لكن نحن لا نتحكم بخيال الشباب، هم يوظفون هذه الإمكانات وهذه الطاقات. طبعا القصة ليس المطلوب أن تكون تسجيلية محاكاة للواقع، لا، لابد من لعبة فنية. هذه العملية الفنية لن تتأتى من لا يطلع على معطيات وصلت إليها فنون كتابة القصة القصيرة حاليا. تمام. الكثير من الأنماط موجودة ومتاحة للشباب، يمكن الاطلاع عليها وتنمية هذه المواهب وتوظيف إمكانات الخيال والتخيل أيضا في إنتاج قصة مقبولة فنيا أو صح، متميزة حتى. نحن نطمح أن تكون متميزة. تمام. نعم. أيضا أستاذ ممدوح، كما ذكرنا يعني مهم جدا هون الإبداع والفكر، يعني يكون عند شبابنا السوري عم تكون هي قصص قصيرة لكتاب، يعني فقط هي تمكين مهارة أو تعريف أكثر بكتابة القصة القصيرة. لكن بدنا نحكي فيما بعد المتابعة، أيضا بعد هذه الدورة كيف بتم متابعة الشباب وكتاباتهم؟ أيضا اتحاد الكتاب العرب يحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموهوبين من الشباب في إقامة في الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها. نحن لدينا أكثر من مسابقة، أكثر من مناسبة أيضا للمسابقات. هناك مسابقة للشباب فوق 18، ومسابقة حتى يعني هذا العام أجرينا مسابقة لمن هم دون 18، دون 18. فيتم دراسة هذه الأعمال المقدمة وتمييز بينها، يعني الجودة، الكفاءة، استيفاء العناصر، ويفوز من يستحق بكل نزاهة. وقد اكتشفنا العديد من المواهب في هذه المسابقات، ونحن الآن في طور إتاحة المجال لها كي ترى النور. نعم. وذكرت أيضا في دورات يعني متعددة، ليس فقط تقتصر على هذه الدورة وإنما أكثر من دورة. نعم. يحق للمنتسب بالدورة الأولى أن ينتسب إلى الدورات الأخرى؟ نعم، بكل سرور. لأنه ممكن تكون هي أنواع، ليس فقط بالقصص القصيرة وإنما يعني أكثر من نوع. من الجدير بالذكر أن لدينا في اتحاد الكتاب العرب نادي اسمه نادي الشباب، ونادي آخر اسمه نادي أصدقاء الاتحاد. كل من هذين الناديين يضم شريحة معينة عمرية من الكتاب، دعيني أسميهم الهواة مثلا.
فهؤلاء الشباب أو المنتمين لهذين الناديين يتاح لهم الالتحاق بالدورات التي يقيمها اتحاد الكتاب العرب، لكن أحيانا تكون مأجورة بشكل رمزي جدا. أقمنا ورشة سيناريو، ورشة كتابة سيناريو، وأقمنا ورشة أدب أطفال، وها نحن الآن نقيم ورشة كتابة القصة القصيرة، وسنقيم في القادم من الأيام ورشات أخرى أيضا، منها ورشة كتابة الشعر. طبعا الشعر لا يعلم، لكن يمكن إطلاع الجيل على كيفية صياغة القصيدة، يعني إلى حد ما والقوالب الشعرية والقصص الشعرية. نعم، يعني لابد أن يمتلك الشاب أدوات الكتابة كي يتمكن منها. تماما. الخطوات التالية بعد هيدي الدورة، خلينا نعرف أكثر، في دورات قادمة قريبة، في أشياء ممكن تتوجهوا إلى غير كتابة القصة القصيرة؟ طبعا نحن حتى نحن نتيح لمن هم متميزين من الشباب بالاشتراك بنشاطات الاتحاد، نتيح منبر الاتحاد لكل موهوب متميز ليقدم نتاجه على منبر الاتحاد ويطلع الجمهور عليه ويتم مناقشة هذه الأعمال طبعا بعد دراستها والاطلاع على هذا النتاج. تماما، هون الفكرة، يعني أنه دائما لازم يكون الشاب أو الصبية اللي بدهم يتقدموا لاتحاد الكتاب العرب بأي شيء لازم يكون في له قواعد معينة، خطوط معينة، يحاكي مواضيع محددة ومعينة بتحاكي المجتمع، بتحاكي. نحن لا نتدخل في المواضيع، لكن ما يهمنا هو السوية. أنا قلت كلمة وأنا ملتزم بها، يعني أنه لن يعتلي منبر الاتحاد من لا يكون جديرا به. فنقيم الأعمال، وعلى ضوء هذا التقييم نتيح المجال لكل موهوب حقيقي باعتلاء منبر الاتحاد. طبعا في القادم من الأيام سنقيم العديد من الدورات، ونتيح أيضا نشر الأعمال المتميزة في دوريات الاتحاد، من الأسبوع الأدبي إلى الموقف الأدبي إلى ما هنالك. ومؤسسة سبا تحرص الآن على نشر نتاج هؤلاء الشباب، وأيضا هناك عين الزهور تقدم النشر المجاني. حلو. للفائزين في مسابقات الاتحاد. هاي النقطة كنت أسألك عنها أستاذ ممدوح، يعني بالنسبة للنشر كتير بيهمون الشباب تنشر كتاباتهم ليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما أن تنشر من قبل اتحاد الكتاب أو من قبل بعض المؤسسات أو الجهات المعنية بالأدب والكتابة والشعر وغيرها. فالنشر بيكون فقط ضمن يعني مؤسسات محددة، أم فيما بعد يعني من خلال المسابقات الفائزون هم الذين طبعا يتم نشر كتاباتهم؟ من خلال المسابقات يتم نشر الأعمال الفائزة. نعم. لكن من يود من الشباب وغيرهم نشر نتاج من جنس معين، يعني قصة، شعر، نقد، دراسة، بحوث إلى ما هنالك، لابد أن يتقدم بهذا المخطوط إلى اتحاد الكتاب أو إلى وزارة الإعلام أو إلى وزارة الثقافة. تمام. يخضع هذا العمل للجان قراءة. نعم. تقيم هذا العمل وتعطي رأيها، إن كان بسوية معينة يتاح نشر، وإن لم يكن فيتم الاعتذار. صح. من صاحب المخطوط. يحاول مرة أخرى. نعم. المجال متاح أخرى. أمام الجميع، يعني الفرصة متاحة بشكل للجميع. مستمر ودائما. شريطة أن يكون العمل حقيقيا، يعني أن يكون صاحب العمل موهوبا، ويبدو ذلك. صحيح. من خلال السطور أيضا. صحيح. تماما. بهذه الدورات أو بهذه النشاطات اللي عم تقوموا فيها، كيف عم بيتم الإعلان عنها؟ كيف عم بيتم التواصل مع الأشخاص المستهدفين؟ خصوصا يعني هلأ يمكن الأساسي بالنشر هو وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. فعم نستغل هذا الجانب لحتى. نعم. نعلن عن هذه الدورات. نحن نعلن عن هذه الدورات بعدة مستويات، كما أسلفتي، عن طريق مواقع التواصل بتوجيه إعلان معين في الفيسبوك أو عن طريق الواتس، أو برسائل نصية لأعضاء الناديين، نادي الشباب ونادي أصدقاء الاتحاد، أو بملصقات جدارية. نحن نطبع خطط شهرية ونعلن عنها في عدة أماكن عامة ليكون بمتناول الجميع الاطلاع على نشاطات الاتحاد وحضورها والتفاعل معها. تمام. يعني أكيد نحن منقول
يعني وجود اتحاد الكتاب ووجود مؤسسات وجهات تعنى بتمكين ودعم الشباب بكل مواهبهم وإبداعاتهم هي اليوم فعلا فرصة للشباب السوري اللي بيستحق يعني هذا الدعم. ممكن يكون عنده الفكر، ممكن يكون عنده الإبداع، لكن الفرصة غير موجودة. طبعا وجد اتحاد كتاب العرب وهذه الدورات من أجل إتاحة الفرصة لكثير من الشباب. بدنا نقول لكم فعلا يعطيكم ألف عافية لكل الجهود المبذولة من أجل دعم الشباب السوري اليوم بدعم مواهبهم وصقلها لحتى يكونوا بالمجال الأدبي يعني متمكنين أكثر ويكون عندهم هيدا الفرصة. شكرا كثير لك الأستاذ ممدوح لقى وحضرتك رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في محافظة اللاذقية. شكرا لحضوركم والجهود المبذولة من قبلكم. شكرا لكم ولجميع العاملين. أهلا وسهلا بحضرتك، نور صباحنا. شكرا.